السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معكم فيديو جديد ومميز، أكلات أول مرة نشوفها ورح نجربها ونقيمها معاكم. مساء الخير عليكم، فيديو جديد مع ريان. اليوم فيديو ورح ريان رح يجرب لكم أكلات مستوردة أول مرة نشوفها في السوبر ماركت، ورح نقيمها معاكم في الفيديو. بس قبل ما نبدأ الفيديو لا تنسون تعطونا أحلى لايك والشير وسبسكرايب، وانشروا مقطعنا في كل مكان إذا عجبكم. رح نبدأ الحين بأول منتج. رح نبدأ بأول منتج، هذا الشيبس، شيبس بالملح وطعم البنانة، فراح نجربه الحين نعطيكم راينا بالموز على قولة ريان، يعني الرقاقات نفسها مسويه بالموز. أخذ واحدة وأعطيك إياها تجربه. هذا شوف شكلها، شكل الموز. راح أجرب، يلا بسم الله، يلا واحد اثنين. الشبسة غريب بس والله لذيذة، لذيذة إيه، على ملح لذيذة. عشرة من عشرة تقييم ريان، عشرة من عشرة. أنا بعد أعطيه عشرة من عشرة لأنه لذيذ. والمنتج اللي بعده منتج بطاطس على أسماك، ما أدري كيف ولا أدري شنو نكهته بعد، المهم راح نجربه الحين نعطيكم رأينا فيه. ريان هذا شكله نفس الأسماك الصغيرة. نين ونص من عشرة على طول تقيم، تجرب الطعم، طعمه زي الشيبس زي مكسرات بس لذيذ، يعني مو سيء. أنا أعطيه ثمانية، ثمانية من عشرة. يلا المنتج اللي بعده، المنتج اللي بعده هذا الحلاوة الكاندي، أول مرة نجربه الحين راح نعطيكم رأي. من زمان أشوفه وودي أجربه، فالحين راح نجربه. تبي أي لون ريان؟ عيون الزرقاء. أنا راح أخذ هذا الأخضر. كيف ريحتها ريان، لذيذة؟ يلا راح نجرب. بسم الله، بس خشن نفس الجيلاتين بس طعمه مو سيء، لذيذ. انا اعطيه ثمانية ونص. كم تعطي ريان؟ اديها من عشرة لانه حلاوة. يلا اللي بعده، اللي بعده هذا البطاطس، عجبتني العلبة حقتها كأنها بطاطس ماك. شنو لقيت داخله؟ داخل صوص الكاتشب، هذا شكله من الداخل بطاطس. يلا جرب يا ريان. بطاطس بطاطس بطاطس، ما بطاطس عادي، ما في شيء مميز. دقيقة ونجرب مرة ثانية. هذا أتوقع كاتشب. طعم بطاطس عادي صح ريان؟ كم تقيمه؟ أنا أعطيه سبعة من عشرة. أعطيه تسعة ونص. تسعة ونص؟ بس حطيت سبعة بالغلط. أوكي، يلا المنتج اللي بعده. راح نجرب هذا الحلاوة من شركة سلاش بوبي، الحين راح نفتحه. هذا لونه من داخل صاير لوني، ما ادري هو لونه كذا والله كيف. جرب ريان بعدين راح اجرب.
انا ما بحطها من بوز، انا بقطعها كلها عادة على طول. واحد من 10. وش طعمها؟ خلنا نجرب شوي. نعم طعمها يعني لا بأس فيه. لا 3 من 10. نعطيه 5 من 10. يعني ممكن كان يكون يصير أحلى من هذا. إيه نكهتها الليمون والفراولة. ما حسيت سيء. المنتج اللي بعده أنا ما أدري كم صراحة مر بكم منتج. المهم هذا اللي بعده بيض ميني صغير، راح نفتح الحين ونجربه معاكم. في هذه الألوان ما أعرف إذا كلها نفس الطعم أو بس شكل. أنا راح أخذ هذا الوردي. يلا ريان اختار لك لون. في أزرق. زين يلا اختار لك لون. يلا نجرب. يلا 1 2 3. حلو. لذيذ لذيذ لذيذ. أنا أعطيه 10 من 10. 10 من 10. راح نجرب هذا المكسرات أنا مع ريان. خلنا نفتح واحد ريان. إن اثنين هم بس. هذا ما ادري على شنو جيزه صاير لونه اخضر وهذا على العسل. طب الاخضر يلا افتحه. طلع لهم من داخل شوف شكله. لونه غريب. هذا مكسرات عليه نكهه. هذه خلنا نجرب انا بعد. صح حار. طعم سيء. انا اعطيه 0. انا عندي اقوم. راح نجرب الثاني بما ان الاول اعطيناه 0. نعطيه فرصة في هذا على العسل. تفضلي ريان هذا لونه. يلا راح نجرب مع بعض. يلا يا ريان. 1 2. صراحة العسل قريب طعمه وزبدة فول سوداني، بس النكهة صايرة من الخارج. بس هذا العسل أفضل من هذاك، فإن هذا أعطيه 5. الأول 0. أنا أعطيه 4.5 بس ما عجباني. المنتج اللي بعديه ريان هذا الحلاوة الحامضة، والحين راح افتح لك اياها وتجربها. هذا الحين فتحته. طبعا لما يخلص تفتحون بهذا ترفعون تنزلون. يلا يا ريان جرب. جرب الطعم. هو حامض انتبه كل بس شوي. كيف الطعم؟ يبي اجرب بعد منك شوي. جرب يلا جرب. عطني رايك. عشان انا بعد بجرب. ما حامض وايد. حلو زين؟ ايه. كم تقييمك حقه؟ ما ادري. ما تدري كم تقييمك؟ 6 من 10. انا اعطيه 7 من 10. هو في حموضه صحيح بس مو حامض واجد. يلا والمنتج اللي بعده هذا البسكويت على شوكولاته وفانيلا. والحين راح نفتحه ونجربه معاكم. لكن صاير شكله زي الدونات. لا مو دونات. هذا شكله من الداخل. هذا شكلها نفس الصورة. والحين راح نجرب. اوريو. بس مو اوريو بس. واحد واحد. ارشده. والله لذيذ يا ريان. انا اعطيك 9 من 10. ريان ما يحب الشوكولاته واجد، فهو قالب فيه طعم الشوكولاته على الفانيلا بس لذيذ. المنتج اللي بعده هذا البطاطس على الربيان. هذا طبعا نشوف احنا في البقالات عندنا اللون وردي، بس هذا على مشاوي. فالحين راح نجربه. يلا نرويهم.
شكله نفس القديم بس مجرب لان اول مره اشوفه. حلو حلو، طعم المشاوي باينه فيه. انزل من 10 نعطيه 9.5 لانه صاير في طعم الباربيكل اللي هو المشاوي مع الربيان نفسها مبينه، يعني ريحته زفره احسها، بس هو لذيذ. يعني المنتج ما قبل الاخير هذا البطاطس بالليمون. الحين راح نفتحه ونشوف كيف شكله من الداخل. شوفوا هذا شكله من داخل، خلنا نجرب. شوي برتقالي، ما بيعجبك هذا ريان. وش هالحالة هذا اللي انا عايشينها؟ من 10 اعطيه 5/10 بس يكسر. مقرمش، هو مقرمش بس طعمه غريب، مو مبين الليمون ولا مبين البطاطس، صراحة ما ادري شنو طعمه. ومعانا اخر منتج، هذا اللي متفائلين فيه انا مع ريان. دائما نشوف هذا الاصابع البسكويت والشوكولاتة من برا، بس هذه محشية شوكولاتة، يعني على الصور المفروض تكون محشية شوكولاتة. يلا رويهم. ما في شوكولاتة حاطين؟ لا في شوكولاتة، هذا هو داخل محشي من داخل الشوكولاتة. لذيذ هذا، 5/1 النوتيلا يطلع على. نعطيه 10/10، حلو حق سناك. لكن والله ما عجبني. لذيذ والله، لذيذ يا ريان. كم تقيمه؟ 2.5. 2.5. نسينا هذا اخر منتج، هذا يحتاج طبخ، انا خليته اخر شيء، فالحين راح اطبخه واقيم لكم اياه. من زمان نفسي اجربه فودي اجربه الحين. سويته في الميكرويف لمدة 3 دقائق وحطينا البهارات حقه، والحين راح نجربه والله يستر. هذا هو كذا شكله من داخل، الحين راح نجرب. ريان ودك تجرب؟ كيف ما تدري؟ لا ودك، انا راح اجرب بس واحدة. هذا كعك الارز، ودي اجرب. خليني اجرب واحدة ونقول بسم الله. طعمه غريب، كان أرز وكذا مهروس ومسوينه أشكال مع البهارات عادية. طبعا البهارات حقه حارة بس أنا ما حطيتها كلها. بدك تجي أطلع لك واحدة. خليتها برد كلها. فأنا أعطي تقييم تقريبا 7.5/10. ممكن اضيف من عندي يعني صويا او اشياء ثانية يطلع لذيذ. هذا هو كوري، عجبك ريان؟ هذا بس بعد الضمن الثانية يعني عجبك؟ يلا كل. لايكات يعني عجبك؟ يعني لذيذ؟ لذيذ صح؟ كم تعطي تقييم؟ 10/10. انت تعطيه 10 قريبا، توقعت اصلا ما يعجبك، ما توقعتك اصلا ترضى تجربه. يلا عليك بالعافيه. وخلصنا من جميع التقييمات لكل المنتجات اللي اخذتها. لو عجبتكم هذه الفقره او هذا الفلو في المنتجات وحابين نسوي منتجات ثانيه، اكتبوا لنا في الوصف او اعطونا لايك، واحنا راح نسوي لكم ان شاء الله جزء ثاني من نفس هذه. ويلا لا تنسونا لايك وشير وسبسكرايب. يلا باي.